اتصالا سينضم إلينا الآن الدكتور أحمد أبو اليزيد، وهو أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس. دكتور أهلا بك هنا بانوراما، نتحدث عما أطلقنا عليه قاطرة الزراعة في مصر. لو سئلت لماذا هو كذلك؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. إحنا النهاردة بنتكلم على مشروع قومي كبير خاص بالبنية، استصلاح أراضي بوتيرة سريعة وبنظم محدثة لم نعهد إليها من قبل في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية الكبرى. وبنتكلم إن الكلام ده تم في وجود تحديات عالمية كبيرة جدا. هذه التحديات بدأت يمكن بتحديات كورونا، وشفنا أثر هذا المشروع على إن مصر بقى فيها نوع من الإتاحة لسلع غذائية وزراعية أساسية، ولولا مثل هذه المشروعات ما كان هناك إتاحة في ظل لما كان في إغلاق وكان في مشاكل في سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية. إحنا بنتكلم على هذا المشروع القومي تم فيه التركيز على المحاصيل الاستراتيجية الأساسية. يعني هنتكلم النهاردة مثل هذا المشروع مزروع فيه حاصلات زراعية أساسية، بنتكلم ان فيه الان واحنا بنتكلم دلوقتي مزروع فيه ازيد من 40,000 فدان قمح، مزروع فيه ما يقرب من 32,000 فدان ذرة صفراء، شعير 12,000 فدان، بطاطس 55,000 فدان، بنجر سكر 65,000 فدان، دوار شمس اللي هو عباد الشمس عشان الزيوت فيه حوالي 1,000 فدان، فاصوليا بيضة عشان مصدر اساسي بروتين 10,000 فدان، وبصل وطماطم وموالح بكمية تقترب من 17,000 فدان. بالإضافة لحاجة مهمة عاوز أقولها، لأن إحنا ما كانتش عندنا موجودة في مصر من ذي قبل، لكن عندنا مشكلة في إنتاج التقاوي اللي خاصة بمزروعات أهالينا المزارعين. فلأول مرة تعمل في هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي إقامة زراعة ما يقرب من 16,000 فدان لإنتاج التقاوي بصفة معتمدة، ومستهدف أنها تزداد هذه المساحة. لما أتكلم على تقاوي معتمدة، يعني بدل ما أهالينا المزارعين يتقي أو ينتج تقاوي عنده من الغيط بتاعه وينتج إنتاجية محصول تبقى قليلة ما تزيدش عن 18 أردب، النهاردة هو ما ياخد هذه التقاوي المعتمدة هيحصل بسهولة على 23 و24 أردب. دكتور أحمد، أنا أجدد ترحيب بحضرتك، لكن حضرتك أشرت إلى جملة من المعطيات أو المتغيرات التي طرأت ما بعد الذهاب إلى هذا المشروع. في ضوء هذه المتغيرات التي طرأت، هل المستهدف من وراء هذا المشروع أو الغايات المتوخاة من يمكن أن تتغير بالنظر إلى هذه المتغيرات التي طرأت؟ نعم، لأن حضرتك المستهدف منه أن هذا المشروع الآن يهدف إلى إتاحة محاصيل استراتيجية كبيرة حتى لا نعاني نقص من الإمداد بتاعها، وفي نفس الوقت المحصول هو المشروع هو عبارة عن مشروع تنموي متكامل، لأن مخطط فيه لإقامة مناطق صناعية قائمة على المزروعات اللي موجودة بالفعل، فده هيساعد على أن يبقى فيه سلاسل إمداد وإتاحة للمحاصيل الغذائية والزراعية اللي احنا حسناها أن المواطن في عز أزمة كورونا ما حسش بأي أزمة أو أي ندرة في أي منتج من المحاصيل الاستراتيجية دي اللي موجودة. احنا شفنا حضرتك في ظل أزمة كورونا، والمشروع ده كان من ضمن أحد المشروعات الأساسية اللي ساعدت على زيادة الصادرات. مصر مصدرة في 2021 ما يفوق 5.3 مليون طن صادرات زراعية وغذائية. لولا هذا المشروع ما كناش نقدر لهذا الرقم اللي هو بيوازي حوالي 3 مليار. طيب معلش دكتور احمد، وهو سؤالي كان مرتبط بهذه النقطه وباختصار بعد اذنك، هل المستهدف من وراء هذا المشروع تبعا للتغيرات التي طرات ان نعظم من حجم الصادرات المصريه عاليه الجوده كالتي يمكن ان ينتجها هذا المشروع، ولا علينا ان نسد الاحتياج من محاصيل اصبحت تصنف بانها محاصيل استراتيجيه كالقمح والذره والارز والمحاصيل الزيتيه وخلافه؟ في اي المسارين علينا ان نوجه هذا الجهد؟ نعم، الجهد الأكبر من المشروع موجه للإتاحة أولا، إتاحة المحاصيل الاستراتيجية وعلى الأخص المحاصيل اللي بنعاني منها من أزمة.
الأزمة الأوكرانية الروسية الحالية اللي موجودة هتأثر على دول كتير في العالم اللي احنا جزء منها فيما يخص القمح والزيوت على وجه أقل. نعم. وبالتالي كان هناك توجه عالي جدا في التركيز على المحاصيل الزيتية والمحاصيل الخاصة بالحبوب زي القمح، وفي نفس الوقت منصب جزء من المشروع، لأن أنا برضو المشروع لما بصدر بيجيلي عملة أجنبية. صحيح. هذه العملة لما بتيجي بتعمل لي توازن لدخل كويس جدا من العملة، يقدر يساعدني برضو في مشتريات لسلع تانية مهمة. صحيح. تكميلية لصناعات احنا أساسية محتاجين ليها. تبقى الغاية الأساسية كما أشرت حضرتك هي مسألة الإتاحة للمستهلك المحلي. دكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، نشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا.